اليوم الحمد لله في الحرم كل يوم. من كم سنة بالضبط؟ تقريبا توصل 60 سنة ولا أكثر؟ لا يا شيخ أشكل أكثر أشكل. أقول لك على مدة عبد العزيز وأنا أشتغل هنا بريال من ذيك الأيام وأنت كل يوم في الحرم وأنا ما قد غبت ولا يوم ولا غبت إلا كان إلا كاني مريض. كاني مريض أقعد في بيتي ما أروح مستشفى. الله يعطيك الصحة. ما أروح مستشفى أبدا أقعد في بيتي لين الله يشفيني. هالزمان القصة اللي جاتني قصة عجيبة. أعطيني قصة عجيبة حصلت لك في الحرم. أنا هذا السنة زقني واحد عند باب الكعبة. نعم. وأنا حالتي تعبان يعني ما شوف. وأنت مريض. ما لا ما. آه ما تشوف. زقني وطحت على جنبي هذا. وانشقت الورك. لا إله إلا الله. انشقت الورك. خديت ما كان في يدي. ولا ما قدها خلاص غير شال وطرت. شالوني إلى الكبير وما قصر والعسكر جزاهم الله خير. شالوني وصليت الفرض وأنا قاعد ودوني البيت. من البيت ودوني المستشفى عيادي. ولا أنا ما أدري عن نفسي. ولا رمضان مقبل باقي 3 أيام. قلت يا عيالي مقبل رمضان والمستشفى يرمون هذه المخدرات ديك وش اسمها مغذيات ولا قال لا الصوم الحين تفطر بعدين تفطر. طيب بس غلق برنامج وروح شيل اوراقها. قال ايش؟ قال هارب. قلت هاربين مره. انا ميقن بالله ان الله يشفيني. وشالوني وشالوني ريدوا على متكينه. ليه رجعني البيت؟ يوم رجعني البيت وانا اخذ امان الله بيبا. تمنيت اني بس اقعد 3 أشهر. ما اقدر بعدين ان الحمد لله صبرت ليوم 21 في رمضان. لو صلي الفرض الجمعه وقاعد سبحت وجاتني النعشه كذا وانا متكي كذا النعشه. وجاني واحد قلت حياك الله يا ابو فلان. قال انا ماني ابو فلان. قال توب عمار ما شفت من الحمص شيء. وجاء ولصق على جنبي هنا على يساري هذا يشهد الله ولقى وجهه زي ما نلقى. انا لقعدت ما قدر مستقبل